بسم الله الرحمن الرحيم. من الحلقات اللي سجلناها قبل كده في برنامج الموظفين كلها حلقات عادية بتستعمل في أي برنامج. دلوقتي أول حاجة في البرنامج اللي هو خاص ببرنامج الموظفين هو طلب وظيفة. النموذج بتاع طلب وظيفة موجود معانا اهو. طلب وظيفة لو عملنا له تصميم في جميع الحقول اللي هتكون موجودة معانا في النموذج بتاع طلب وظيفة، رقم الطلب والتاريخ والراتب المتوقع، الوظيفة اللي متقدم ليها، الاسم كامل، العنوان، البريد الإلكتروني، الجوال. طبعا ده كله معمول نوع الحقل نص، وبحدد هنا حجم الحقل. نحدد حجم الحقل 50 حرف، يعني يكتب 50 حرف بس، لأن 255 ده طبعا كبير، حوالي ورقة أو ورقتين، ودي حاجة طبعا مش واحد هيكتب اسمه ورقتين ولا هيكتب العنوان ورقتين. فاحنا بنحاول ان احنا نقلل في حجم الحقل عشان حجم البرنامج ما يكبرش معانا بسرعة. طبعا عندنا تاريخ الطلب هو المعمول تاريخ ووقت، ورقم الطلب معمول اهو. طبعا البيانات كلها، المفتاح الاساسي هنا انا عامله اللي هو رقم الطلب، ومش هنحتاجه كتير لان ده طلب هنبقى يعني هنعمله ازاي ان احنا نستلمه عن طريقنا. وبنروح طبعا هنا في النموذج بتاع الواجهة الخلفية اللي هيفتح نموذج دخول المستخدمين. طبعا الحاجات دي احنا قلناها قبل كده. بنخش على طلب وظيفة، هو ده النموذج بتاع طلب وظيفة. نموذج واحد، طبعا ده بينقلني الاسم الحاجات اللي مسجلة قبل كده. وهنا في الصفحات بتاع طلب الوظيفة، طلب الوظيفة أكتر من صفحة، كل صفحة فيها بيانات بنسجل، وطبعا فيه معاينة للطبعة. طيب نشوف النموذج ده اتعمل ازاي. هو نموذج عادي جدا مفيش أي اختلافات فيه، بس مجموعة حاجات بسيطة هنتكلم فيها. أول حاجة بالنسبة للإطار، الإطار اللي هو بيعمل لي أكتر من صفحة، بيعملها زي المتصفح، عند كذا امتداد كذا ورقة في نفس المتصفح. بنجيبه من هنا، هو الأداة دي هي اللي بتعمل لي عنصر تحكم علم الجدولة. لو ضغطت عليها وجبت عملتها هنا تاخد يعني تمام كده، بيعمل لي الجدول اللي احنا بنعمل عليه، نعمل عرض معينة بحيث ان انا احط البيانات بتاعتي في ورقتين، لان عندي هنا البيانات كتيرة جدا، حقول كتيرة، ومش هينفع انها تحط كلها في صفحة واحدة، فبعمل لها كذا ورقة واحط كل مجموعة منها في ورقة. ولو انا عايز اعدل الاسماء بتاعتها هو نفس الحكاية، يعني هو مش نموذج جديد ولا حاجة، لان هو داخل كله داخل نفس النموذج، بس مجرد ان انا بعمل له كذا ورقة، بدل ما يبقى ورقة كبيرة بالطول بعمل كذا صفحة جنب بعض. من هنا عدل الاسم، واي حقل انقله احطه جوه، يعني احدد المدى الاول كده، المدى الداخلي متحدد، اخد الحقل من بره كوبي واحدد المدى كده واعمل بيست، هيدخل معايا داخل النموذج وبيبدا يتعامل عادي يعني كانه في نفس الصفحه مفيش مشكله. طيب نشوف انواع البيانات اللي عندنا. هنا في مثلا الجنس ذكر وانثى والحاله الاجتماعيه، دي الخانات بتاع الحاله الاجتماعيه. طيب انا عايز اعمل الحقل نفسه حقل عادي، حقل نص عادي. طب ازاي اتحول للموضوع ده، ازاي اتحول بالشكل ده لمربعات اختيار. انا عامل هنا افتراضي اهو، ازاي اتحول هو لمربعات اختيار. نعمل معاينه ونشوف الاداه اللي بتعمل معانا الموضوع ده. طبعا مفيش بيانات، مجموعة خيارات نتك عليها ونبدأ نحطها في الصفحة بتاعتنا، بيفتح لي المساعد بتاعها. أول خيار مثلا هنكتبه أعزب، متزوج. طيب ونضغط التالي، بيقول لي إن كل خيار منهم، الخيار الافتراضي هنا بيقول لي هيبقى عزب لو أنت عايز تعمل خيار افتراضي، أو مش عايز تعمل خيار افتراضي علم قصاد الخلية بتاعت عدم وجود خيار افتراضي. التسميات، أعزب هيبقى رقم 1 ومتزوج رقم 2.
يعني هنا بيقول لك اسجل البيانات دي، اسجلها فين؟ هنا بتحدد له الحقل اللي هو يقوم بالتسجيل فيه من بين الحقول اللي عندك هنا، وبتضغط التالي وبعدين انهاء. خلاص كده بيكون اي تغيير بتعمله على النموذج بيأثر، بيتسجل في الحقل اللي انت محدده بالقيم اللي احنا حددناها اللي هي قيم 1 و2 وكده. طيب تعال نشوف الحاجات اللي مسجلة فعلا. يعني مثلا نروح عند بتاع الجنس دي، تمام. لا انا عايز ارفع الاطار، الاطار اهو. هنا بيقول لي مصدر عنصر التحكم هو الجنس، الجنس اهو. لو فتحنا القائمة وجبنا الخلية نفسها اهي، انا بس مصغرها وحطيتها فوق هنا، تمام. طيب القيمة اللي بتتسجل تحت هنا اي قيمة بتتسجل اهو، لو وقفت مثلا على الحقل نفسه راح قايل لي قيمة الخيار هي 2. يعني مجرد ما بتك على الخيار ده هو بيقوم مسجل في الخلية رقم 2، وتتك على الخيار ده بيقوم مسجل رقم 1، عشان ممكن نعدل او نحتاج ان احنا نعدل في اي وقت. وطبعا بنضبطه في نفس المكان، في المكان بتاعه في الورقة. نشوف الحاجات التانية. عندي هنا الأزرار بتاع الانتقال بتاع النموذج اللي موجود في الجزء العلوي. الزرار الأول اللي بينقلني للسابق، طبعا عامل هنا حقل منضم ملوش مصدر سجلات، وعندي هنا مصدر السجلات بتاع النموذج هو استعلام، أنا عامله استعلام أهو طلب وظيفة، لأن الحقول كتير جدا، فكان عشان يعمل مصدر السجلات نموذج داخلي كان بيقفل البرنامج، كل ما اجي شغال يقوم قافل البرنامج، فعملت استعلام خارجي وربطت الاستعلام بالنموذج، مش شرط ان انت تعمل الاستعلام منضم داخل النموذج. هنا تحت الحقل بتاع رقم الطلب عامل عنوان الخلية غير منضم اللي احنا قلنا عليها، فورمز الموظفين، الخلية اللي هي W1، ادي الخلية W1 اهي، هي الخلية W1، نلاحظ الاسم، هي الخلية W1. اللي موجودة في طلب الموظفين. يبقى الاستعلام او النموذج ده هيعرض بيانات الموظف او البيانات اللي تطابق رقم الموظف، رقم الطلب فيها يطابق الرقم اللي مكتوب هنا. هنا عامل في التالي والسابق، نشوف الكود بتاع الحدث عند النقل. طبعا الكود الاولاني هو ان ايرور نيكس، ده في ساعة ما بيكون في خطأ ما بيعمل نيكس، ما بيظهر ليش هي الرسالة بتاع الخطأ. أول حاجة بقول له اف لو W1 از نيل وسايب فراغ، أو عملت إلس على طول، يبقى كده لو فراغ مش هيعمل حاجة. طب لو مش فراغ هيعمل W1 بتساوي W1 ناقص 1، يعني ينقص من الرقم ده 1، وبعدين يعمل تحديث للنموذج، وبعدين يتنقل فوكس إلى بي 3 اللي هي اللي احنا وقفنا عليها دي، هي بي 3، لاحظ الاسم هي بي 3. يبقى معادلة اف اللي هنا مجرد ان هي بس بتزود الرقم اللي موجود هنا وبتعمل تحديث للنموذج. نشوف لو هنا مثلا رقم 2 بتنقصه ناقص، بينقص العدد وبيعمل تحديث للنموذج، بينقص العدد ديت، بياخد الرقم اللي هنا وينقص منه 1 ويكتبه فيه في نفس المكان ويعمل تحديث للنموذج. والخلية دي بتعمل العكس بتزود، والخلية دي مثلا لو كتبنا 100 رقم النموذج 100 وعملنا تحديث، ده بتعمل تحديث بس. نشوفها الأولاني اللي كنا بنشرح فيه اللي بيعمل ناقص 1 وبيعمل تحديث وبتنقل لبي 3 اللي بعد منه، بيزود 1 وبيعمل تحديث وبنقلنا ان 4، واخر واحد اللي بيعمل تحديث بس، بيعمل تحديث للنموذج وبيفضل الفوكس على ان 5 على بي 5. عندي هنا المعاينة والطباعة. المعاينة عندي اكتر من نموذج، يعني طلب وظيفة عندي هنا، طلب وظيفة، طلب وظيفة 2، طلب وظيفة 3، طلب وظيفة 4. في احد الزملاء على المنتدى طلب ان هو يكون واقف مثلا في النموذج كده، ولو اختار مثلا صفحة 2 وعمل طباعة يقوم طابع له صفحة 2 بس. دي انا مش عارف بتعمل ازاي، لكن نشوفها ان شاء الله.
لكن دلوقتي انا عايز اقف مثلا على، عايز اطبع الورقة الاولانية بكون واقف عليها مثلا. خلينا نروح على واحد ونعمل معاينة، بيقوم فاتح لي 4 ورقات. لو تلاحظوا ان هو فتح 4 ورقات، 4 ورقات عشان يطلع طلب الوظيفة. طيب مش من العمل جدا ان الموظف يسيب الكمبيوتر بتاعه اللي بتقدم الوظيفة ان هو يملأ بيانات الـ4 نماذج دول؟ فدي هنحلها ازاي؟ دي هنحلها عن طريق النت. يعني هنعمل النماذج دي عن طريق النت ونبعت الرابط اللي بتقدم الوظيفة، هو بيملى البيانات ديت من البيت، وان اتقبل في الوظيفة او في مقابلة بنبعتها. ودي طبعا حاجات ممكن نعملها في شغل كتير. يعني مثلا لو انت مثلا في شركة مقاولات او في شركة بتتعامل مع الجمهور، ممكن انت تبعت طلب الوظيفة او تبعت مثلا اوردرات، مثلا بيتقدم لك اوردرات بتعمل النموذج وتبعته او بتحطه على الفيس او كده، زي النموذج اللي انا عامله بتاع طلب برنامج، ويبدأ اللي عايز الخدمة يملأ الطلب ويبعته لك، هيظهر لك في الصفحة بتاعتك وتبدأ انت تدخله جوه البرنامج بشكل سهل. يعني هناخد كوبي بس من النسخة ونحطه على البرنامج، يظهر معايا بيانات الموظفين. يعني ممكن تقدم لك مثلا 50 موظف، لو انت مثلا في الشركة عندك محتاج وظيفة، بتعمل النموذج وتعرضه مثلا على الفيس في الصفحة بتاع الموظفين، في صفح طلبات التوظيف، ويبدأ اي حد يشوف النموذج يبدأ يملأ البيانات بتاعته، وبتاخده انت عندك تفرغ البيانات بتاع النماذج ديانت، وتختار الموظف اللي انت عايزه او اللي يتناسب معاك وتبدأ تتواصل معاه. نشوف بتاع الطبع، الزر بتاع الطبع. الزر بتاع الطباعة هو ان هو بينقل، بتنقل لسجل تاني، السجل الازيد، يعني بينقل W1 بيزود عليها رقم ويرجع ينقص منها رقم تاني، وبعدين بيعمل ريفرش للنموذج، وبعدين بيفتح الطلبات. لان في بعض الزملاء بيبقى فاتح النموذج مجرد ان هو سجل في النموذج بس وبيعمل طباعة، فبيقول لي النموذج بيطلع فاضي. ليه النموذج بيطلع فاضي؟ لان انت فعلا لسه ما سجلتش، لسه النموذج مفتوح، ما حصلش عملية تسجيل. طيب الاكسس بيحفظ افتراضي، يعني لما تتنقل للسجل التالي وترجع تاني للسجل الحالي اللي انت كنت واقف فيه كده، يبقى انت عملت حفظ. فلما بتعمل امر الطباعة بعد الحركة دي، الحركة دي حركة ما بتبانش للمستخدم، يعني انتقال للسجل التالي ثم انتقال للسجل السابق، يبقى انت في نفس السجل او في نفس النموذج، هو ما بياخدش باله، بس انت بعدين بتعمل امر الطباعة الكمبيوتر كده بيكون حفظ البيانات اللي انت سجلتها، وبتظهر معاك في امر الطباعة. طبعا امر الطباعة غير امر المعاينة. امر المعاينة فيو او ريبورت برضك بتعمل معاينة، وهنا امر الطباعة هو طبعا النورمال. يبقى هنا اما بيرفيو او ريبورت. ريبورت هيعمل معانا برضك امر معاينة، بس دي معاينة كتقرير، وده معاينة كسجلات، والأخير ده بيعمل طباعة. كودي هنا ناقص. تكملة للموضوع إن شاء الله في الفيديو القادم، هنشوف إزاي بنعمل طلب الوظيفة أو طلب التقديم للوظيفة، على غرار إن إحنا عاملين دلوقتي في طلب تصميم برنامج. هنسجل اسم الموظف وبياناته، جميع البيانات اللي في النموذج، هيبدأ يدخل الموظف نفسه هو في البيت أو اللي بيقدم على الوظيفة، يبدأ يملى النموذج ده. النموذج ده بعدين بيوصل لك على الإيميل، وأنت بتدخله للبرنامج بشكل بسيط إن شاء الله في المرة الجاية إن شاء الله. أتمنى من كل اللي بيشوف الفيديو إن هو يعمل مشاركة ليه ويرسل الروابط بتاعته لأصدقائه. والسلام عليكم ورحمة الله.